دكتور وليد، بص، هو انا مش هختلف معاكم كتير ان الخريطه اتغيرت وبدات اسماء مش كلاسيكيه بالنسبه لنا تبقى مرشحه، وعلى راسها بلجيكا طبعا. اذا اعتبرنا ان منتخب فرنسا من زمان هو منتخب كبير، بياخد اليورو في الثمانينات وعنده طول عمره عنده نجوم صف اول زي ميشيل بلاتيني وكاس عالم حققها لحد ما خد كاس عالم 98 ثم اخيرا في 2018، فمش هنعتبره قوه جديده. تمام. لكن المنتخب الجديد فعلا اللي ممكن يكون مرشح هو منتخب بلجيكا. الحاجه الوحيده اللي اختلف فيها ان السنين اللي فاتت بتتكلم مثلا عن 10 15 سنه القوى الكلاسيكيه بدات تحط رجليها تاني دلوقتي اللي كانت غايبه، زي مثلا منتخب ايطاليا. منتخب ايطاليا دلوقتي بدم جديد مع روبرتو مانشيني عمل منتخب لا لازم تحطه من ضمن الترشيحات. لو بتحط خمس ست منتخبات شايف ان ايطاليا عندها قدره على المنافسه باعتبار السنتين اللي فاتوا اللي ما انهزمش فيهم، بيقدم احسن دفاع ممكن تشوفه وهجوم متميز جدا واسماء واعده، فممكن تحط ايطاليا تاني في الترشيحات بعد ما كنت بتستبعدها قبل كده في اخر 10 15 سنه. منتخب زي منتخب انجلترا، منتخب انجلترا غايب طول عمره ما خدش بطوله كبيره من 66 غريبه حاله انجلترا دي على فكره. يعني كل سنه حتى لما تيجي تبص على مستوى المنتخب وحتى التشكيله بتاعتها، يعني انا كنت بتابع السكواد اللي رايحه بتمثل انجلترا في اليورو، فرقه محترمه جدا وعناصر متميزه جدا، وتحتار تبتدي بمين ولا بمين ولا بمين.